وسهلا، حياكم الله في حديقة عالم أو عالم الفراشات. أنا هنا هشرح لكم دورة حياة الفراشات. دورة حياة الفراشات أولا بتبدأ معانا بتكون بيضة، بعدين بتتحول إلى دودة أو يرقة، من ثم بتنتقل إلى شرنقة، بعدين بتنتقل إلى فراشة بالغة، في الأخير فراشة مكتملة النمو. عندنا الشرنقات زي ما ذكرنا لكم، هنا بتكون شرنقة، بعدين بتطلع منها اللي هي الفراشة البالغة، هنا عندنا بتصير فراشة مكتملة النمو. وفي الختام حابة أقول لكم إنه إحنا في عالم الفراشات أو حديقة الفراشات ليس فقط هدفنا ترفيهي بل أيضا تعليمي.